مرة تانية بصبح على كل السادة المشاهدين ويوم جديد ونهارك سعيد. واسمحوا لي النهاردة أرحب بالصحفية آمال عويدة، صحفية بجريدة الأهرام. صباح الفل. صباح النور يا لينا. وحشتينا جدا والله جدا، وانتوا بقالنا كتير كمان ما تقبلناش اكيد. اول مره نجي الاربع من فتره طويله، بالظبط وده اول لقاء لينا مع بدايه السنه. يا رب تبقى سنه افضل. ان شاء الله. يعني خلينا نقول ان مفيش حاجه بترجع لورا وان لا ان كله شاء بيطلع الله لقدام ان شاء الله باذن ان الله. شاء الله. خلينا نبتدي على طول. وعندنا النهارده يمكن اخبار قويه جدا. خلينا نبتدي بجريده المصري يوم الصفحه الاولى. مبارك عاث في الارض فسادا وارتكب جرائم لم يرتكبها احد من قبله. اوكي، تحبي نبتدي على طول ولا لا تقوليهم على نقول طول؟ واحد واحد بقى. طيب نبتدي، طبعا يعني اعتقد ان هو المسألة ليها علاقة. خلينا نقول الخبر التاني ونرجع بقى اوكي. من جريده الشروق. اهالي الشهداء يلوحون باللجوء للقضاء الدولي. المصري اليوم الصفحة الأولى. الموقعة الثالثة حرب تحت الحزام بين الإخوان والسلفيين. المصري اليوم الصفحة الأولى. عمليات مراقبة الانتخابات لقوا فيها بطاقة دوارة، تسجيل متوفين، رشاوى انتخابية، وتصويت جماعي، واستمرار الدعاية أمام اللجان، وما خفي كان وما أعظم. خفي كان أعظم. جريدة الشروق الصفحة الأولى. توقعات برفع سرية حسابات 40 شخصية في قضية تمويل الجمعيات الأهلية. من المصري اليوم الصفحة الثالثة. الإخوان ترحب بمنح العسكري حصانة من المساءلة القانونية، علامة تعجب. أيوة. وغزلان يقترح الدية لأهالي الضحايا، 5 علامات تعجب. 7. الشروق الصفحة الثالثة. مجلس تنسيقي لقيادة الثورة. المصري اليوم الصفحة السادسة. الجنزوري يأمر بالإزالة الفورية لتعديات على الأراضي الزراعية، وتقرير يؤكد ارتفاعها إلى 12,000 فدان. وأخيرا الأخبار الصفحة الثالثة. هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكبر خطر يهدد المجتمع السعودي. طب ما هي موجودة كده. خلينا طيب نبتدي بجريدة المصري اليوم. و مبارك عاث عاث في في الأرض الأرض فسادا فساد. وارتكب جرائم لم يرتكبها أحد قبله. ده كان متهيألي الحقيقة النيابة. ده الكلام اللي جه على لسان نقول إيه النيابة، النيابة. يعني اللي هي اللي بتوجه الاتهام أساسا للمتهمين. الحقيقة كلام أثلج صدور الكثيرين. هو يلخص حالة مصر في خلال 30 سنة الماضية، لكنه في النهاية خلينا نقول كلام. حتى الآن وقبل يعني نقول إيه 21 يوم من 25 يناير اللي شاهدناها في 2011، حتى الآن لم يصدر أي حكم يثلج قلوب أهالي الضحايا والمصابين المصريين. المصريين عموما يعني. بس عارفة، أنا بس عايز أعلق على حاجة اتفضلي. يعني لطيفة في إطار هذا الكلام. لغاية دلوقتي إحنا لاقيين أبناء مبارك، مع كامل احترامنا ليهم باعتبارهم مواطنين مصريين، لسه بيطالبوا بعودة مبارك. بس انا عايز اسال سؤال، انا عايز اسال سؤال منطقي جدا. طب هذا الراجل اللي انتوا بتطلبوا برجوعه، وما عنديش اعتراض يعني، طول المحاكمه اللي هي على مدار السنه او المدار 8 شهور موجود على سرير طبي، تعتقدوا انه هذا الرجل كان يصلح اساسا لقياده دوله مصر؟ يعني خلينا نقول دوت في اطار يعني الناس نتساءل. تفكر، بالظبط. والناس الناس تفكر. تفكر يعني الابناء مبارك زي ما لسه قاريين دلوقتي ان في ابناء بوتين، فواضح انه الابناء الاوفياء مع احترامنا ليهم قدره على ايصال صوتهم، بس لكن احنا بنقول لهم ارجوكم فكروا في مصر قبل مبارك. يعني مبارك هو بالنسبه لي، فوجئت حد بيقول لي كفايه بقى مهانه لمبارك. انا عايزه اسال ايه المهانه لمبارك اذا كان هو شخص اخطا؟ مفيش حد فوق القانون. يعني حتى سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال لو فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها. يعني مبارك مش اعز هو عند مش ربه عامل يعني مهانة في من ايه قوي. حاجات كتير يعني. الحمد لله يعني المستشفى موجودة وفي هليكوبتر بتيجي ويعني الحياة متظبطة ده تمام. يعني اعتقد انه لم أحد حدش لسه لغايه دلوقتي داس له على طرف. اعتقد انه كل اللي بيتوجه له حتى الان اتهامات لا نعرف ايه مصيرها في النهايه. هل سينتهي الامر بتخفيف الحكم؟ سينتهي الامر بحاجات كتير؟ ما يعني لسه مش عايزين نستبق الاحداث، بس انا بتساءل ايه المهانه الموجهه لمبارك اذا كان اخطا ويتم محاسبته لا او اتهامه حتى احنا يعني. كمان سمعنا ان المفروض هيتم النطق بالحكم قبل 25 يناير. في ايه صحة هذا بصي، الكلام؟ ده يظل في اطار الشائعات او التمنيات، مش شائعات بقى، ده تمنيات. ده اللي بتمناه انا وانتي واي حد تاني. عايزين نشوف نهايه لهذه المحاكمه اللي بدات اعتقد من خلينا نقول من الصيف الماضي، لانها ما بداتش مباشره يعني، تركناها بصراحه لغايه ابريل، لغايه ما خرج في خطابه يعني التصريح بتاعه اللي كان طلع على قناه العربيه، ترك حتى هذه اللحظة وبعدها تم اتخاذ إجراءات نحوه. الحقيقة حتى هذه اللحظة كلها تمنيات وأمنيات، لكن لو أنت سألتيني بشكل منطقي انا اعتقد انه لن يتم شيء قبل 25 يناير. وفي هذه الحاله ما نزعلش قوي من اهالي الضحايا في الخبر الثاني ما متهيألي ننتقل الخبر له، الثاني بالظبط مرتبط متصل تماما. بالخبر الاولاني. اهالي الشهداء
او الضحايا، البعض يعني ناس بتقولي نحسبهم شهداء، نحسبهم شهداء يعني عند ربهم. حتى هذه اللحظة لم يحصلوا على شيء ملموس يتعلق بضحاياهم. البعض أخذ التعويض، البعض أخذ المعاش من المجلس العسكري أو اللي قرره المجلس العسكري، لكن هم في النهاية حتى زي ما مكتوب في الشروق، أحد أهليهم، أحد أهلي الضحايا بيقول أنا هرجع كل اللي أنت اديتوني، بس ادوني ما يسلك صدري في معاقبة هؤلاء. الحقيقة حتى هذه اللحظة في وقفات زي عند أكاديمية مبارك، الوقفات بتقل، الناس ابتدى اليأس يتسرب إلى قلوبهم، لأنه في النهاية مفيش حاجة ملموسة يا دينا. وما أقصى أن أنت تشوفي الشخص الذي أمر بقتل أقرب الناس إليكي ما زال يتمتع بكل هذه الصلاحيات والصلاحيات اللي تعني أن هو موجود، هو موجود وأيديه موجودة وأنصاره موجودين. ولما بنتكلم عن قلاقل حصلت في الفترة اللي فاتت، أعتقد هي تعادل الفوضى التي رشحها لنا نتيجة خروجه. يعني هي المشكلة كمان أن المحاكمات اللي كان موجودة مش محاكمات جادة ولا محاكمات عادلة. يعني الموضوع كانت ممكن في وجهة نظري يتحل بطريقة بسيطة جدا، قناصهم دول الناس اللي قتلوا الناس دي وكان الموضوع خلص، بس مش عارفة لصالح مين ده بيحصل. بصي، لصالح أطراف كثيرة، وفي ناس متورطين بشكل كبير، نعتقد أنه ليهم سلطة ما في تسيير أمور لا نعلمها، لأنه في النهاية احنا بنشوف، عارفة التل الجليدي، نظرية التل الجليدي، انت عندك عشر باين، التسع عشر مش باينين، بنظل أنا وانت بنتكلم في عشر لكن في تسع عشر مش موجودين، مين المسؤول عنها، مين المتورط فيها، يمكن بعد كده التاريخ يقول لنا، بس احنا في هذه اللحظة الحالية لما بتبقي في خناقة ما بتعرفيش مين الغلطان، لازم تطلعي بره الخناقة عشان تشوفي ايه اللي حصل، بس ده لو التاريخ اداكي فرصة. ايوه بس خليني اقول لحضرتك برضه، يعني في حاجات متسجلة صوت وصورة، ما أنا في حاجات متسجلة، قصدي يعني في قناصة كانوا على الأسطح، في حاجات باينة، في رصاص حي، في حاجات يعني. هل في أقصى على القلب يا دينا من أن أنت اسم السيدة زينب متصور فيديو يعني لايف يعني ويطلعوا وراءه؟ هل يعقل أنه زميل صحفي أحمد محمود الصحفي من التعاون مصور صورة هي اللي تسببت أنه في قناصة في شارع القصر العيني ضربه ومات، كان أول الشهداء الصحفيين في ثورة 25 يناير، مصور صورة، الصورة دي اللي تسببت في مقتله، الصورة موجودة وعلى الإنترنت ولغاية دلوقتي الصورة قد تكون ملامحها مش واضحة، بس لغاية دلوقتي لم تتحرك جهات قضائية أو جهات مسؤولة لتناول هذه الصورة بالتحليل. احنا عارفين انه في اساليب تكنولوجية للحصول على تقنية عالية او ريزولوشن عالي، يعني عشان توصل لده لم يتحرك احد، ودم صديقنا ده راح، ودم الناس بتوع السيدة زينب. اذا كان بعض البلطجية اغاروا على السيدة زينب، طب هل المسألة كلها كانت دفاع على النفس؟ ده كان في واقفين، يعني الصور الواقفة اللي هو ايه يعني بينشن كده بلطافة، يعني الراجل ما عندوش اي مشاكل ولا حد يعني بيجي ناحيته، يعني هو بيقوم بده تطوعا يعني ان شاء الله. في فاذا كان دول حصلوا على براءه يبقى من يعني ما نزعلش قوي لو مبارك بقى حصل على براءه، ده راجل امر، يعني الراجل امر امر بالستر. صح، امر بالستر فعلا. خلينا نروح لجريده المصري اليوم والموقع الثالث، يمكن الانتخابات المرحله الثالثه، حرب تحت الحزام بين الاخوان والسلفيين. هو طبعا مصر اليوم بتعتبر ما يدور في لجان الانتخابات هو بمثابه حرب، هذه هي الموقع الثالثه، بس حتى فكره الموقع دي تحلنا الاجواء، يعني بدايه الاسلام. أيوة. موقع وحاجات الاجواء دي طبعا، يعني مفهوم ليه، مفهوم ليه لان الجمله طبعا حرب تحت الحزام بين الاخوان والسلفيين، الحقيقه ده حاصل، ويظل الإقبال على المرحلة الثالثة أضعف، وكأن المصريين يتنبؤون، مش يتنبؤون خلاص، هم عرفوا النتيجة من المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. الإقبال ضعيف، يتعلق بأشياء كتيرة، اكتشفوا أنه ما فيش غرامة 500 جنيه ولا حاجة، وما فيش حد هيدفع حاجة، فابتدت المسائل ترجع لقواعدها سليمة، ويظل أنه في النهاية طيب خلينا الخبر الرابع. أيوة بالظبط، خلينا نربط ده بالخبر الرابع. لكن بالرغم من الإقبال الضعيف دوت، إلى أن احنا عندنا برضو إيه يعني اللعب، كأنه مثلا إيه يموت الزمار وصوابعه بتلعب، يعني كأنه ما ينفعش انتخابات من غير بطاقة دوار. بطاقة دوار دي يعني إن أنا بديك البطاقة مليانة وأنت تديني البطاقة الفاضية اللي أنت دخلت بيها، ده معنى البطاقة الدوار. في متوفين بيضلب أصواتهم، في رشاوة انتخابية زيت وسكر وحاجات بالشكل ده، في تصويت جماعي، يعني اللي هو السلفيين مثلا في أعتقد في الوادي الجديد مشغلين أغاني إسلامية، عاملين حاجات جنب اللجان، وده طبعا من الحاجات المرفوضة، بس أوكي بتعدي. الدعاية ما زالت مستمرة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مباشر عن طريق إنه بيقول لك خشي صوتي لفلان بغض النظر عن انتمائه، أو غير مباشر إن هو يجيب كمبيوتر ويقول لك ما
مكان اللجنه بتاعتك، رقمها مش عارفه ايه، كلها الاعيب، لكن طيب انا عايزه اعرف محسومه برضو. يعني مش كل الحاجات دي بيتم بلاغات بيها؟ ايه اللي نتيجتها بتحصل ايه؟ هقول لك حاجه، بتقدم البلاغات بالظبط. مفترض انه بعد كده بيتم تنحيه المرشح اللي حزبه او اللي هو قام بهذه التجاوزات، لكن حتى هذه اللحظه لما يتم اتخاذ اجراءات بتكتمل مع الشكل اللي هو العام. يعني انا مش عارفه، انا قاريه من ضمن الجرايد انه في خناقه حوالين اللجنه الانتخابيه بس بعيده شويه، فالقائمين عليها ما تدخلوش لانها بعيده، مش مشكله يعني، بيضربوا بعض بعيد وبس، حصل فيها طعن بالسكين يعني، وصلت لمساله جنائيه بس لانها بعيده شويه عن اللجنه فما تدخلوش. فهي المسائل احنا بنستكمل شكل، خلينا نكمله ما نشوف هترسبينا على ايه يا دينا. زي بالظبط تم تشكيل لجنه للتحقيق. نفسي اعرف اللجنه دي مكانها فين. يعني حد يقول لي يعني عايز اعرف مكانهم فين، بس عشان عندهم ملفات كتيره قوي ولسه في نتائج. انت بس فكرتيني بصوره لطيفه جدا محطوطه في المصري اليوم، اللي هو فكره خليهم يتسلوا، اللي قالها طبعا الرئيس المخلوع، فبيقول لك خليهم يتسلوا، ده عباره عن ايه؟ الحوار الوطني، الوفاق الوطني، لجنه الحكماء، صندوق الشهداء والمصابين، مجلس الشعب، المجلس الاستشاري، محاكمه مبارك، تقصي الحقائق. بصراحه اهل الشهداء يعني اليافطه دي بتلخص تقريبا الحاله فيها، اللي هو في حاجات كتيره جدا اللي هو تحصيل حاصل. بس انا في نفس الوقت عندي تفاؤل ان احنا واخدين بالنا من اللي بيحصل. بصي التفاؤل اللي احنا فيه اللحظه دي صدقيني هقوله لك بس ما تزعليش، هو اقصى درجات الياس. انت ظهرك للحيطه، فما عندكيش حل تاني غير ان انت تتفائلي، اللي هو فكره اخر افعال الثوره اللي ممكن نقوم بيها، وان احنا نكون اشخاص سائرين بالفعل، ان احنا نتفائل. ليه؟ لانه ديننا بيقول له تفائلوا واستبشروا خيرا، عشان عارفه ان ما فيش رجوع تاني لورا. هيكون ايه اسوأ من ده؟ انت ظهرك للحيطه، فالحيطه هي منتهى الياس، انت ما عندكيش حتى خط رجوع ولا خط تقدم، فما عندكيش حل غير التفاؤل، لانك لو تشائمتي هتبقى الدنيا. بس يعني عندي ايمان بالشباب المصري، تنزل عندي ايمان بالشباب المصري وبالشخصيه المصريه، ان خلاص بقى يعني كفايه ان يعني حاجز الخوف اتكسر. الميديا دلوقتي بتعرض كل حاجه، فكل حاجه بقت متشافه، كل حاجه بقت معروفه، كل حاجه، والحقيقه عماله تظهر شويه بشويه بشويه. بص هتاخد وقت. هقول لك حاجه، احنا دخلنا في مرحله حرق المسافات، بمعنى ايه؟ او بقينا نحرق مسافات. خلاص محدش هيسكت 30 سنه تاني. بالظبط، هي اخرها 3 شهور، 3 سنين، 3 اسابيع، عارفه بقت المساله. لا 30 سنه تاني خلاص ما بقاش في. طيب عايزين ننقي بسرعه. انا بفكر ناخد المصري يوم الصفحه الثالثه بتاع الاخوان. اتفضلي. بصي هو هناخد ده وبس، وحاجه تانية، الاخوان يرحب بمنح العسكري، انا قلت دي علامه تعجب. المجلس العسكري هو في النهايه مجلس لحكم مصر، هو هيئه اعتباريه في هذه اللحظه اللي بنتكلم فيها دلوقتي. بعد ما هيكون في رئيس هيبقى مفيش حاجه اسمها المجلس العسكري، بس هيبقى قائم باعمال رئيس الجمهوريه. فالمفهوم من دوت ان انت بتستثني الجيش. طب الجيش هو جزء من كيان هذه الدوله. صلاحيات اللي خدها الجيش في تركيا، حتى تركيا اللي قعدت سنوات يعني عقود تعطي الجيش صلاحيات خاصه، بعد ما جه حزب العداله والتنميه قلص هذه الصلاحيات، وكانت ايه يعني معركه تكسير عظام، كانت معركه كمان طويله يعني. بصي انا هقول لك ليه يقال عشان ما يبقاش ده على لساننا. اللي بيقال طبعا الاخوان لما تقول ده عن العسكري او تقول ده عن الجيش، ده نتيجه ديل او صفقه معموله، الحواديت، القصص اللي احنا سامعين عنها. انا شخصيا انا واحده من الناس، انا لا ارحب ان انا ادي الجيش ولا المجلس العسكري حصانه من المساءله القانونيه. احنا في زمن انتهى فيه عصر الانبياء، القداسه كانت الانبياء. انا دلوقتي عندي دوله، عندي واحد، عندي اثنين، عندي ثلاثة، أربعة، عندي خمسة، كمان تنتمي مجلس الشعب كمان. ما أنا بقول لك عندي اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ده واحد زائد واحد يساوي اثنين بمنطق الناس الوسطى العادي خالص. فلا مفيش حصانة، ده لو احنا عايزين نعمل دولة بالفعل تقدم خطوة، ولو في حصانة بقى بشكل مؤقت لأنه في صفقات كما يقال، يبقى هتبقى حصانة مؤقتة، لن نتوقع إن هي تفضل 10 سنين 20 سنة. أوكي اعملوها يا إخوان، بس أعتقد إن القادم هيكون مختلف. طيب هنقل بس على حاجة تهمني في اللي هو بتاع الجنزوري. احنا خلاص. الجنزوري يأمر بالإزالة الفورية للتعديلات على الأراضي الزراعية. الحقيقة ده موضوع أنا أعتقد إن هو أكثر أهمية من صنايع ميدان التحرير، اللي كل شوية نلاقي إن هما بيفضوها بالقوة فتحدث المهازل اللي حصلت. التعديات اللي حاصلة دلوقتي فعلا خطيرة، بتهدد أمننا الغذائي. لما تسمعي من يعني عندي صديق عنده مزرعة في وادي النطرون مثلا، يقول لك الأراضي بمئات الفدادين بتتاخد بدون تحرك حقيقي. لدرجة أنه بيعرض عليك الفدان ب2003، هو الفدان اللي يساوي طبعا بتدفعيه من البلطجية، الفدان بيساوي عشرات الألاف من الجنيهات. زي الشقق، ما كمان في ناس دخلت شقق وقعدت فيها بتلقى اتصال مثلا من حد مسؤول في مجلس مدينة الشيخ زايد، يقول لي بيتم تجريف الرمل
بمئات الالاف من الجنيهات منذ شهر فبراير حتى هذه اللحظه. اين التحرك الحقيقي من قوات الجيش المسؤوله دلوقتي عن التامين او الشرطه او نتمنى ان يكون في فعلا خطوه فعليه، لانه في النهايه ده اكلي واكلك. ده اللي بيخش لخزينه الدوله، بدل ما بيخش لخزينه الدوله اللي هي بتروح صحه وتعليم بيروح في النهايه في جيب حوت جديد من الحيتان اللي بتتكون من رجال الاعمال. مش عايزين حيتان بقى خلاص كفايه. موجود بيحصل. ففعلا انا شايف انه ده من اهم الحاجات، وان كان يظل في النهايه هو قرار شفهي اتمنى ان يتم تفعيله، ترجع الاراضي دي لانها تطلع طماطم ومانجا ورز وقمح، هتطلع في النهايه حاجة بناكلها هتخش في النهاية لخزينة الدولة، أنا وإنتي هنستفيد منها طبعا. لكن في النهاية الحادث على طريق الإسكندرية مصر إسكندرية الصحراوي الحاصل في المدن الجديدة يستلزم تحرك حقيقي تتحرك له كل القوات المرابضة في ميدان التحرير الذي أصبح رمزا، فأرجوكم تحولوا إلى الفعل بدل من الرمز. أشكرك جدا. شكرا جدا. وننتقل دلوقتي لفاصل ونكمل معاكم باقي فقرات نهارك سعيد. أشكرك جدا جدا جدا. شكرا يا دينا، وإن شاء الله يكون نهارنا أسعد.